دلوقتي هننتقل للنشط السياسي والقيادي في حركة الاشتراكيين الثوريين الأستاذ حسام الحمراوي. شكرا. أنا اسمي حسام الحملاوي، أنا مدون وصحفي في حركة الاشتراكيين الثوريين، ومتشرف جدا يا زملاء بوجودي بينكم النهاردة. أنا هلتقط كده الخيط من كلام زميلي هشام، لأن مش عايز أقعد أعيد وأقول كلام هو بالفعل قاله وكرره. إن بالنسبة لقصة الأجيال، أنا معرفش أنتوا سمعتوا الأخبار ولا لأ، بس امبارح صدر البيان التأسيسي لطلاب المدارس الاشتراكيين الثوريين. دي مجموعة كبيرة من طلاب المدارس اللي في إعدادي وفي ثانوي، واللي هم تجدروا بعد الثورة وتأثروا بيها ودخلوا معترك العمل السياسي، ومش بس كمان دخلوا معترك العمل السياسي وكانوا بينزلوا معنا التحرير والمظاهرات والاعتصامات المختلفة، لكن آمنوا كمان بالفكر الاشتراكي الثوري بيقربوا منه. حاجة أنا يمكن أصغر سنا شوية من زميلي هشام، لكن احنا يعني الأجيال مش بعيدة قوي عن بعض، لكن أنا الفكرة إن أنا يجيلي حد عنده 11 سنة أو 15 سنة وبيكلمني إن هو اشتراكي ثوري وعايز ينضم وعاوز يبني وعاوز يعمل، ونازل امبارح بيجيب كتاب رأس المال، وأنا أقول له طب بلاش حتى رأس المال، يبدأ بحاجة بسيطة، لا أنا هبدأ وأجربه. ده بالنسبة لنا حالة غير مسبوقة، غير مسبوقة تماما بالمرة. الحاجة التانية اللي احنا لازم نفكر فيها، إن إمتى آخر مرة حصلت أو حصل حراك بالشكل الواسع ده وشارك فيه كمان طلاب من المدارس أو تلاميذ من المدارس. انا فاكر سنه 2000 مع انفجار الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه كان في مشاركه محدوده، لكن لو عايزين نتكلم على اخر مره نزلوا فيها تلاميذ المدارس بالحجم الواسع ده كان امتى؟ في ثوره 19. يعني احنا بنتكلم هنا تقريبا من 100 سنه فاتوا، ومن 100 سنه فاتوا ده ما كانش بس تلاميذ المدارس هم اللي نزلوا، يعني الشوارع كانت تقريبا كل قطاعات الشعب المصري نزلت بطريقه ما شفناهاش الا بعديها ب 100 سنه. يعني حتى انتفاضة 77، انتفاضة العيش في 77 كانت بوادر، كانت ممكن تتحول لثورة بس تم وقتها في مهدها. طيب احنا ليه يا جماعة قعدنا 100 سنة؟ احنا ليه قعدنا 100 سنة عبال نقدر نشوف ثورة تانية؟ وهل احنا على استعداد ان احنا نقعد كمان 100 سنة عشان نستنى الثورة الجاية ولا لا؟ كل واحد منا معاه دكتوراه في مصالحه، يعني اللي يجي يقول لك الشعب المصري مش عارف مصلحته فين ومش عارف ايه وانزل وعي وسوي والكلام ده كله، كل واحد منا معاه دكتوراه في مصالحه. انا مش هاجي اعرفك مصلحتك، كل واحد منا عارف ان هو عاوز يسكن في بيت، كل واحد منا عارف ان هو عاوز وظيفه محترمه تليق بيه، كل واحد منا عارف ان هو عاوز فلوس كافيه يقدر ياكل بيها عياله ويعلمهم تعليم كويس، كل واحد منا عارف انه نفسه عياله يطلعوا احسن منه، كل واحد منا عارف ان انا نفسي اسكن في شارع ما فيهوش زباله، كل واحد منا عارف ان انا المفروض اسكن في عماره ما تقعش عليا تاني يوم. كل الحاجات البسيطه دي، ما دي كلها احنا عارفينها. فاذا ايه اللي بيأخر دايما الثوره؟ اللي بيأخر الثورة، وانا هنا انا عايز اتكلم بقى على اللي يمكن الشرط بتاعي انا، طبعا اسباب كتيرة، بس في زي ما احنا هنخوض معارك على الجبهة العمالية وبنخوض معارك في الشوارع، في كمان الجبهة الاعلامية. الجبهة الاعلامية يا جماعة، ده الاعلام ده هو اس كل الشرور. يعني احنا دايما قاعدين بنتكلم على ماسبيرو، دايما بنتكلم على غسيل المخ، قولوا لي كم واحد فيكو ماشي ما سمعش العبارة دي قبل كده؟ المصريين طول عمرهم بيتحكموا بالكرباج، حد انا ما سمعهاش قبل كده؟ كلنا سمعناها. واعتقد كمان ان 90% من الناس اللي انتوا هتقابلوها هنا في الفيوم، او حتى 95% او 99% قبل 25 يناير كانوا مقتنعين تماما بالقصه دي. ماشي، تقعد تتكلم مع اي حد يا عم ثوره احنا نازلين مظاهره، احنا كده وهي طول عمرها كده، واحنا اللي بنينا الهرم وكتر عمرنا بنقدس الفرعون وعمرنا ما عملنا ثوره في حياتنا. اتنيل انت بتكلمني في ايه؟ انا عايز اشوف اكل عيش اللي هو في الاخر. طيب يعني ايه التغيير؟ اشمعنى الشعب اللي كان بيفكر بطريقه معينه امبارح اتغير تفكيره تاني يوم؟ هو ما اتغيرش تفكيره، يعني برضو كل واحد منا سواء بعد الثوره او قبل الثوره عارف مصالحه كويس. لكن الفكره ان الاعلام، والاعلام هنا ما بتكلمش فقط على التلفزيون المصري او بتكلم على المصريه وقنوات اللي هو محدده واقول لك مش عارف، لا ولا طب اون تي في بس احسن من دي، ولا انا بتكلم هنا على مؤسسه الاعلام بشكل عام، بتكلم على الطريقه اللي احنا بنتربى بيها من صغرنا، المناهج اللي احنا بندرسها في المدارس، المناهج دي اللي بتقول لك ان ثوره 19 اللي قام بيها سعد زغلول، واحد الفرد بريف هارت البطل هو اللي قام بيها. محدش مثلا قال لك في المدارس ان اللي بدا ثوره 19 كانت اضرابات عمال الترام، وان سعد زغلول هو في المنفى قام ارسل رساله بيدين فيها اعمال العنف اللي بتحصل في البلد.
معلش انا حاطط منكم الثوري الصغير ده لو ما شوف الجيل مش عارفين يسيطر عليه نعمل ايه. خد التليفون خد الكاميرا بالظبط ممكن تلعب بيها كده. كل واحد منا ماشي في الاخر بيتعرض لعمليه غسيل مخ من صغره لحد لحده من المهدي للحد. الغسيل المخ ده زي ما قلت مره تانية قبل ما يقطعنا الثوري الصغير ان هو ده بيجي عن طريق الاعلام القنوات التلفزيونيه اللي انت قاعد بتتفرج عليها طول النهار اللي قاعده بتبث لك دعايه. الدعايه دي اللي هي بتقول لك يعني يا اما تبقى بطل هو البطل يا اما غاندي يا اما عبد الناصر يا اما فلان يا اما علان هم دول اللي بيعملوا التغيير. الشعب عمره ما بيحدث التغيير ولا الشعب لو اتحرك في الشارع هتبقى فوضى. لو احنا ادينا ما بين قوسين لو ادينا حريه للناس هنقلب يا جماعه ايران ولا مش عارف الجزائر حرب اهليه هيحصل فوضى. هو كل الاطروحات دي وكل الاكاذيب دي ما دي اللي بيتم تكرارها النهارده ودي اللي كنا بنسمعها اللي هو قبل الثوره. في التسعينيات ايام ما كان مستوى الصراع منخفض جدا 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 مقارنه بالنهارده سواء الصراع العمالي احنا كان كل اربع سنين ممكن بيحصل اعتصام واحد حاجه كبيره بيخش الامن المركزي بيقتل العمال بيفتح عليهم نار بيقتلهم والاعتصام انتهى. مظاهرات طلابيه احنا لو كنا يعني في الجامعه عرفنا ننظم اعتصام واحد في السنه او مظاهره واحده في السنه مسيره يمشي حتى فيها 50 طالب اوكي واحنا هنا انا ممكن نتكلم مثلا يعني جامعات خاصه ما بين 5000 ل 10000 طالب جامعه القاهره بنتكلم في حوالي من 150 ل 180 الف طالب. لو عرفت تنظم مسيره من 50 طالب او معرض على فلسطين مش عارف في الترم يبقى انت فعلا عملت انجاز. لكن انا برضو فاكر حاجه تانية كويس ان احنا في الايام دي قبل ما كنا بننظم اي مظاهره كنا دايما واحد مننا لازم يقف على الترابيزه ويقول يا جماعه جامعه القاهره اتحركت جامعه المنوفيه اتحركت جامعه الاسكندريه اتحركت مش عارف مين اتحرك مين اتحرك احنا مش اقل منهم احنا كمان لازم نتحرك. يعني لو بصيت في مغزى الكلام ده ايه يعني اللي هو في ناس زيك طلبه زيك مضطهدين زيك مؤمنين بالقضيه زيك وفي نفس الوقت الناس دي اتحركت يعني لو انت مش لوحدك. فحتى لو كل واحد مننا كان قاعد في الجامعه واللي هو قرفان طب انا فلسطين واللي بيحصل فيها او احنا مش عارف ايه اللي حصل امبارح نفسي نعمل حاجه بس انا عملت حاجه هبقى لوحدي. لما كانت الناس بتصرخ وبتقول ان في ناس اتحركت في حتت ثانيه ده كان بيشجعهم على الحركه. نكر كده الشريط او نحاول ان احنا نعمل له فورورد كده 10 سنين قدام. التسعينيات ما كانش فيه انترنت ما كانش فيه ما يسمى بالاعلام البديل ما كانش فيه الصحافه الخاصه انا ما سماهاش صحافه مستقله. يعني انا بالنسبه لي المصري اليوم والشروق وكل المؤسسات دي مع كامل احترامي الشديد جدا لكل الزملاء الصحفيين اللي بيعملوا فيها ما في الاخر بيسيطر عليها رجال اعمال. انا اشتغلت في المصري اليوم لمدة سنة مع يعني أنا لو كان جات لي فضيحة فساد على صلاح دياب كنت هعرف أنشرها في المصري اليوم ما كنتش هعرف طبعاً أنشرها. فأنا بسميها الصحافة الخاصة لكن الصحافة الخاصة دي حتى برغم من كل القيود اللي عليها لكن إدت مساحة للنشر ما كانتش موجودة قبل كده إدت مساحة لتداول الآراء ما كانتش موجودة قبل كده. ونفس الحكاية عملتها بعد كده أو عملها بعد كده الإعلام البديل ماشي. أنا فاكر مثلاً في قاعدة مع بعض القيادات العمالية الكلام ده كان في انا فاكر القعده دي كانت في 2007 كان في زميل من الزملاء اللي شهدوا انتفاضه 77 ونضالات عمال الغزل والنسيج في السبعينات كان قاعد بيتكلم وبيقول او كان يعني زمان لما كان الصحفي بيظهر بكاميرا في اضراب كان كل العمال يا اما تطلع تجري يا اما تخبي وشها وان ما حدش عايز يتصور. دلوقتي الصحفي او لو كاميرا بتطلع في اضراب بتلاقي كل الناس طالعه وشقه صدرها قدام الكاميرا. فانا كنت بساله طب انت تظن من وجهه نظرك كده يعني ليه التغير؟ فقعد يضحك يقول لي ما خلاص الناس ما بقاش عندها اي حاجه تخاف عليها. انا من وجهه نظري المتواضع ان القصه مش بس الناس ما بقاش عندها حاجه تخاف عليها ماشي. احنا طول الوقت احنا بنتعرض لاضطهاد شديد جدا وفقر شديد جدا وممكن كمان الفقر من 30 سنه يكون ارعى من النهارده ممكن ماشي ممكن معرفش ممكن وصف الاحصائيات والكلام ده كله. بس الفكره كلها ايه؟ العامل زمان في السبعينات وحتى في التسعينات وفي الثمانينات لو كانت كاميرا ظهرت في اضراب ده معناها ايه؟ ان انت هتصوره وصورتك هتنزل في قسم الحوادث. ان انت هتصوره والصور دي هتروح امن الدوله. ان انت هتصوره وهتنزل في الصفحه الاولى هم دول المشاهبين اللي حرقوا وسووا ومش عارف ايه والكلام ده كله. لكن من اول 2004 مع ظهور اللي هي الصحف الخاصه وبدء برضه ظهور بدايات الاعلام البديل على الانترنت بقى ظهور الكاميرا هنا معناها مختلف. معناها لا ده انا هتصور ده انا صورتي هتنزل في الصفحه الاولى ان دي ناس مضطهده ان دي ناس ليها حقوق
وممكن يبقى البعض عنده توهمات، ما هو يمكن المسؤولين ما يعرفوش حالنا بس لما يشوفوا صورنا هيتحركوا. ماشي، في ناس تانية هيبقى عندها ممكن وعي اكثر ثوريه من كده، لكن الاكيد ان انا اقسم لكم بالله ان مفيش مصنع انا دخلته في 2007 بعد اضراب غزل المحله في ديسمبر 2006 الا ودايما كنت بسمع جمله بتتكرر: احنا شفنا المحله بتتحرك فقررنا نتحرك، احنا سمعنا ان المحله بتتحرك فقررنا نتحرك، احنا قرينا ان المحله اتحركت فاحنا كمان قررنا نتحرك. نشر المعلومه واخبار الاحتجاجات واخبار المقاومه اللي بتحصل في المحافظات المختلفه في مصر ده بيشجع الحراك الاجتماعي بشكل عام. لو انا او لو حضراتكم مثلا انت قاعد هنا في الفيوم ماشي ومنعزل عن القاهره ومنعزل عن الاسكندريه ومنعزل عن بني سويف وما تعرفش ايه اللي بيحصل في بقيه المحافظات ماشي، ولو تخيلنا ان هو ده بس الثوريين اللي موجودين في مصر كلها، ما انت لازم تصاب باحباط. ما انت لو اللي هو ما شفتش على التلفزيون صوره مليونيه في التحرير والناس نازله وبتعمل هتقول ايه ده الثوره خلصت. ماشي، ليه؟ لان الناس بقى مقياسها الثوره بتتقدم ولا بتتاخر هو قد ايه انت حشدت في التحرير. وفي نفس الوقت نظرا لان الثوريين مش متصلين ببعض فبالتالي كل واحد منا حاسس ان هو بيشتغل لوحده. يجي حد يقول لي طب ما تيجي نعمل مبادره ان احنا مش عارف ننزل نعمل ايه، اقول له بس يعني طب مين هيجي معانا؟ لكن لو احنا جربنا ان احنا ننشر حتى الاقتراح ده على النت، وده كان فيه مبادرات كتيره جدا قبل كده تمت بالشكل ده، ان واحد كان في دماغه فكره طب حطيها على النت، او بابا الناس كلها سخنت على القصه دي وبدات تتداول الروابط والايفنتات اللي هم بيعملوها والكلام ده كله، وفجاه لقينا مظاهر حشده من ولا شيء. عشان اختصر وما اطولش عليكم يا زملاء، يعني مقر الاشتراكين الثوريين او مركز الدراسات الاشتراكيه بالفيوم زي ما هيكون مركز نضالي، زي ما هيكون مركز لاستيعاب طاقات النضاليه الموجوده في الفيوم على قد ما نقدر، لان دي مهمه كبيره جدا ما ينفعش يقوم بيها قوه سياسيه واحده. لازم برضو المركز هنا يلعب دور في المعركه الاعلاميه. احنا منتظرين منكم اخبار الفيوم. يعني الشباب دلوقتي اللي قاعد بيصور بالكاميرات ده، انا مثلا مستغرب ان مفيش بس غير اتنين بس هم اللي بيصوروا. ده مش عشان انا اتصور ولا بتاع، بس انا قصدي بشكل عام الناس لازم تاخد مهمه الصحافه ومهمة تخطيط الاحتجاجات ومهمة نقل الصورة في ايه اللي بيحصل في محافظتكم ومدينتكم هنا، لازم تاخدوا انتوا المهمة دي نفسكم. ما تستنوش المصر اليوم انها تيجي تغطي، ما تستنوش الجزيرة انها تجيلكم عشان خاطر تصور، ما تستنوش قناة المصرية انها مش عارف تيجي تعمل حوار عامل ازاي، وما تستنوش حسام الحملاوي يجي من القاهرة عشان خاطر هيعمل حوار مع حد. انتوا المفروض اللي تقوموا بالمهمة دي. المهمة دي مش مهمة اعلامية فقط، دي مهمة نضالية، لان في الاخر اي فيديو انتوا هترفعوه هنا الاضراب ده معناه ايه؟ معناه ان زميل من الزملاء الموجودين هنا راح اشتبك مع الاضراب، راح اتكلم مع العمال، عرف مطالبهم عامله ازاي، تحاور تفاعل معاهم، فهم العمال دول بيتحركوا بيعملوا ايه، وصور معاهم ورجع ونشر بعد كده خبرته دي على النت وشيرها مع بقيه الشباب الموجوده في الحركه. انا اسف اذا كنت انا طولت عليكم، لكن انا فعلا انا مفيش اي عبارات او اي جمل او اي كلمات تقدر توصف بجد مدى سعادتي بوجودي النهارده. يعني احنا في خلال الشهر اللي فات الحمد لله تم افتتاح مقر الاشتراكين الثوريين في المنصوره، وتم افتتاح مقر الاشتراكين الثوريين في الاسكندريه، ودلوقتي احنا بنفتتح مقرنا في الفيوم. ده ليه دلالات، ده ليه طبعا دلالات. الناس اللي زي حالتنا اللي كانت بتتكلم عن الثوره الاجتماعيه وعن التغيير الاجتماعي وعلى حقوق العمال وعلى حقوق المراه وعلى حقوق الاباط وحقوق الاقليات، احنا يا جماعه لما كنا بنقول الافكار دي في التسعينيات كنا بنتعامل كاننا مخلوقات فضائيه. يعني انت بتعامل الناس بتبص انت مخلوق فضائي، انت يعني انت يا عم خلاص الاتحاد السوفيتي وقع ومش عارف ايه الشركات ايه شركات الفقر وبتاع وكل الافكار اللي هي المغلوطه دي، وده كان العز بتاع الخصخصه، عز الخصخصه. كان اي حد يقدر يفتح بقه حتى يقول لك طب القطاع العام مش عارف بيتنهب ولا ايه، دي كانت اصوات في العراء، ما كانش اي حد خالص بيسمعها. فاحنا تقدمنا جدا 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 يا جماعه، ومفيش اي داعي خالص للاحباط. زي ما الزميل هشام كان بيقول احنا داخلين على معارك كبيره. ماشي، مفيش اي ثوره في العالم بتتحسم لا في 18 يوم ولا في 18 شهر، دي ما حصلتش في اي حته ثانيه في العالم. اي ثوره في العالم بتاخد عده سنوات من المعارك، المعارك دي بيبقى فيها كر وفر، هزيمه انتصار، يوم فوق ويوم انت تحت، مش تحت ده انت اللي هو تحت الارض، اللي هو كمان والثوره المضاده رافعه راسها للعلالي. لكن الفكره كلها هل احنا هننتصر او مش هننتصر؟ الكوره في ملعبنا، عرفنا ننظم نفسينا، عرفنا نربط المجموعه الثوريه اللي موجوده هنا في فيوم وصور الفيوم وشباب الفيوم
بشباب اسكندريه، بشباب اسوان، بشباب بني سويف، بشباب التحرير، بشباب اسماعيليه، بشباب السويس، بشباب المحافظات دول، لو عرفنا نخلق الشبكه دي والتواصل ده اعتقد ان مفيش اي عدو هيعرف يقف قدامنا. وانا بتمنى لكم فعلا التوفيق من قلبي. شكرا.